تشارك مملكة البحرين الأمم المتحدة احتفالاتها باليوم الدولي للتعليم، وهي تعتز بإنجازاتها المشرفة في توفير التعليم للجميع. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، أكدت المملكة قدرتها على استدامة الخدمات التعليمية للجميع وريادتها في التعليم الرقمي. سنة كاملة وفصلين دراسيين شاهدان على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمواصلة التعليم باعتباره حق للجميع، وجهود كبيرة بدأتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية جائحة كورونا في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي. وما اليوم الدولي للتعليم إلا فرصة لاستذكار تلك الجهود المبذولة لضمان مواصلة سير العملية التعليمية. وتماشيا مع الظروف التي فرضتها الجائحة، توسعت الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة مملكة البحرين بجميع المراحل الدراسية كما ونوعا وعلى اختلاف قدراتهم واحتياجاتهم، سواء عن بعد أو بالتعلم المدمج الذي يشتمل على الحضور الجزئي للمدرسة لضمان إيصال الحق في التعليم للجميع. حيث نجحت وزارة التربية والتعليم في إيصال الخدمة التعليمية الحكومية إلى ما يقارب 150 ألف طالب وطالبة. التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية كان له الأثر البالغ في استمرارية العملية التعليمية، إذ تم تعزيز التعاون مع وزارة شؤون الإعلام في مجال تصوير الحصص المتلفزة، بحيث تكون المواد الدراسية متاحة للجميع، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون أجهزة رقمية في بيوتهم. النتائج المشرفة التي تحققت على أرض الواقع في هذا المجال تبرهن عليه عدة مؤشرات وإنجازات محلية وخارجية، ومن أهمها وآخرها فوز مملكة البحرين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها 20 المقامة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك عن مشروع البوابة التعليمية.